56 هجمة منسقة وتبادل كروي ممتاز بين ملاعبي الاتحاد، توصل فيها الكرة خالد يحيى داخل المنطقة يصوب وكورته تصطدم بالمدافع حمزة الطيبي. الحكم مجدي بالحاج علي يعلن عن ضربة جزاء. ميلو دو سانتوس يتقدم للتنفيذ يصوب وينجح في افتتاح النتيجة. مستقبل كلف لاعب الاحتياط ماهر النويري الاقصاء. نفس اللاعب ميلو دو سانتوس البرازيلي ينجح في مضاعفة النتيجة 2-0. نفس اللاعب ميلو دو سانتوس البرازيلي ينجح في مضاعفة النتيجة